السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني وأخواتي، أخباركم؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير وصحة وسعادة دايما. النهاردة جاي أتكلم معاكم في موضوع كده قابلته على قناة سكاي نيوز بالعربي. الموضوع ده يعني لفت انتباهي شوية، ممكن يكون حقيقة وممكن يكون فبركة، بس انت فاهم انا مش هقدر احكم عليه غير ان انا استفدت بحاجة وحابب ان انا اتكلم معاكم فيها، ألا وهي بتحكي فتاة على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بتتكلم إنها كانت في مطعم بمنطقة مصر الجديدة. البنت دي بتحكي إن هي كشفت إحدى الكاميرات موجودة في الحمام، أو هي موجودة في مطعم والمطعم ده في يعني إيه، في كاميرا موجودة جوه الحمام، موجودة في الألواح الخشبية اللي بتبقى من فوق دي كده، شافت كاميرا. طبعا أصابها الذعر والخوف، إن طبعا ده حمام حريمي وازاي يتحط فيه كاميرا زي كده. طبعا الموضوع ما سكتش لحد كده، البنات ابتدوا يعملوا صريخ ومشاكل لانه اكتشفوا حاجة مش عادية، كاميرات موجود كاميرا موبايل موجودة فوق لوح خشب وبتصورهم هم في الحمامات. فابتدوا يعملوا مشاكل داخل المطعم. طبعا صاحب المطعم او لاحد الفروع، المدير ماسك المطعم ده، كان اهم حاجة كان عنده، يعني بيحكوا لك ان مشكلته الاساسية هي سمعة المحل مش سمعة البنات ولا سمعة اللي حصل. المهم البنات استدعوا الشرطة، والشرطة جت وابتدوا يشوفوا الموبايل، لقوا بتاع واحد عامل يقال ان هو اشتغل بقاله 5 ايام، والعامل ده هو اللي صور، ده عنده 17 سنة. وطبعا خدت الشرطة وراحت حذفت، طبعا حذفت كل الفيديوهات اللي كانت موجودة عنده طبعا البنات، وابتدى يتعرض ايه للنيابة وابتدت تاخد اجراءاتها. طبعا كل الحاجات دي مشكورين الشرطة ومشكورة النيابة، في كل الحاجات دي مشكورين فيها. اما انا طبعا الموضوع ده ما يخصنيش قد ما يخصني موقف حصل زي كده، وان هو ابتدى يعني ايه السن حاجة اقول لكم ايه الحاجة كده اللي هي بتاعت ايه الاحساس، ان انتوا تخلوا بالكم، خلي عندكم حتة الحساسية زيادة، ان انتوا تبقوا داخلين في مكان، في مطعم، في مول، في اي كان المكان اللي انتوا داخلين فيه، تخلوا بالكم جدا، لان ده ممكن حصل في مطعم، ممكن يحصل في مول، ممكن يحصل في اي مكان تاني، في فندق، في اي حته. دايما كل ست، وده يعني بص انا بنبه على كل ست، الموضوع ليكم انتم، خلوا بالكم من حاجه زي كده، تحاولوا عشان انتوا هتبقوا متعرضين لاي شيء لا قدر الله، للابتزاز فيما بعد، يعني مش عايزين نقول للفضايح، حاجات كتير قوي ممكن تحصل. فانا حبيت ان انا اتكلم معاكم في حاجه زي كده. في موضوع تاني برضو كنت حابب اتكلم معاكم فيه، برضو يعتبر قريب من الموضوع ده، موضوع التطبيقات اللي بتبقى موجودة على الموبايلات. لو تلاحظوا كده ان مفيش تطبيق انتوا بتحملوه الا لما بياخد منكم اذون ان هو يخش على الهاتف وعلى الصور وعلى الملفات، وانه يتحكم بالكاميرا، وانه يتحكم في كل حاجة، في الرسائل، في كل حاجة. كل التطبيقات على فكرة 95% هي بتتكلم في الموضوع ده. فانتوا حاولوا تخلوا بالكم، لكل اخت بقى نبه عليكي تاني، كل اخت تخلي بالها وهي بتدوس موافقه في حاجه زي كده، فانت خلاص اتفقتي معاهم ان هم يحملوا وعندهم استعداد يسرقوا الصور ويعملوا كل حاجه، وانت موافقه معاهم بتوقيع الكتروني. فتخلوا بالكم من حاجه زي كده، العمليه مش سهله يعني. دي انا عايزه حبيت ان انا اتكلم معاكم فيها. وبرده في موضوع تالت مهم، انا طبعا بشوف برنامج استرجاع الصور وكده، وكان في صور عندي محذوفه، قلت ان انا هبتدي ان انا ارجع الصور وفيديوهات عندي كانت محذوفه. فابتديت ان انا اشوف برنامج على احدى التيك توك بقى او كواي، ايا كان يعني الحاجه اللي مش عايزين نتكلم عنها. المهم وانا بقلب كده فقلت انزل برنامج، طبعا واحد طالع مشكور عمال بيتكلم ان عادي مفيش ادنى مشكله وحمل التطبيق. فحملت التطبيق وكده، اول ما حملته طلب مني رقم التليفون فدخلته. تخيلوا ايه اللي حصل، لقيته بيخصم لي، بيقول لي خصم هيتخصم منك كل اسبوع 20 جنيه، وبعت لي رساله بحاجه زي كده، لو عايز تلغي الخدمه الغي. طب الغي بعد ما خدت مني ال 20 جنيه طبعا دي حاجه طبعا هي بسيطه، بس انا بقى لان كل 7 ايام لما يتخصم منك 20 جنيه اكيد طبعا انت ليه تخصمها مني، ومفيش اي حاجه الا صور رجعت ولا في اي حاجه. فبرامج نصب دي اسمها برامج نصب. البرنامج كان على ما اعتقد اسمه، انا بحاول افتكر لكم اسمه،
هحاول ان انا اكتبه لكم في الوصف لان مش متذكر اسمه، ان هو يعني انت فاهم برنامج نصب. فطبعا الواحد حزين جدا من حاجه زي كده، حاجه اسمها مش عارف، انا بحاول افتكرها بس والله للاسف انا مش متذكرها بالظبط، بس ان شاء الله هحطه لكم في الوصف. فدي حاجه حزينتني، ان تخلي بالكم من حاجات زي كده، النصب جاي من جميع الجهات. واحد طفل 17 سنه في مطعم بيصور بنات ولا يصور ستات في الحمامات، دي كارثه. طب انت بتصورهم ليه؟ ابتزاز من ناحيه، ولا عايز فضايح، ولا عايز ايه؟ طبعا دي حاجه. الحاجه التانية البرامج النصب، فهتخلوا بالكم من كل الحاجات دي، لان كل حاجه جايه معاديه للست. فنسال الله العفو والعافيه، وربنا يسترها علينا وعليكم يا رب، ويحفظنا ويحفظكم. فطبعا قلت انزل لكم الفيديو ده، يا رب يكون يعجبكم وتكونوا كده. ما تنسونوش باللايك بقى، الناس اللي بتخش تتفرج على الفيديو ما بتحطش اللايك، حط لايك عشان هزعل منك. يا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.